تغير المناخ لم تعد قضية طرفية، ليست قضية رفاهية، ولكنها قضية تحدد مستقبل هذا الكوكب ومستقبل العالم أجمع. ليه؟ لأنه تزايد الانبعاثات الحرارية وارتفاع درجة حرارة الأرض قد يؤدي إلى كوارث بيئية كثيرة، ارتفاع منسوب المياه، مياه البحر، وبالتالي تهديد كل المدن الشاطئية في العالم، التصحر، التأثير على المحاصيل الزراعية، الفيضانات في بعض الدول والجفاف في دول أخرى، انقراض كثير من الحيوانات والكائنات البرية. الحقيقة إنه مرة أخرى القضايا البيئية لم تعد قضايا طرفية، ولكن الخلاف هنا من سيتحمل المسؤولية. العالم كله يتحمل المسؤولية، ولكن 46% من الانبعاثات الحرارية في العالم هي للدول الكبرى، هي للدول العظمى، هي للدول المتقدمة، وبالتالي الدول النامية تقول إنه لا أستطيع أن أنا أتحمل كل هذه المسؤولية، وأن أنا أأثر على الاقتصاد في الدول النامية، والتمويل يجب أن يأتي من الدول المتقدمة. مؤتمر باريس 2015 كان قد وعد ب100 مليار دولار، أين هي هذه الأموال؟ طبعا أنفق منها جزء، ولكن ما زلنا نبحث عن باقي ال100 مليار دولار، رغم أن هناك أموال أخرى يجب أن تكون يعني ترصد لهذا المؤتمر، عفوا ترصد لهذه التغيرات البيئية حول العالم، ولا تتحملها الدول المتقدمة فقط. مرة أخرى المسؤولية على الجميع، ولكن المسؤولية الأكبر على الدول المتقدمة. مصر في هذا المؤتمر ممثلة بوفد رفيع المستوى يرأسه السيد الرئيس، كلمة مهمة للسيد الرئيس يعلن بها استراتيجية مصر المناخية في المرحلة المقبلة حتى 2050، وأيضا يتحدث عن موقف الدول النامية. مصر أيضا زي ما ذكرنا تستضيف النسخة القادمة من مؤتمر أو من قمة المناخ العالمي، وبالتالي عليها مسؤولية كبيرة لمتابعة ما سيتم اتخاذه في هذا المؤتمر. ماذا نتوقع في هذا المؤتمر؟ هذا ما سنتابعه في المرحلة الرسائل المقبلة، وأيضا في باقي مجمل اليوم. والحقيقة المؤتمر منعقد على عدد كبير من الأيام، ولكن النهاردة يوم مفصلي، النهاردة وبكرة أيام مفصلية في مؤتمر المناخ أو البيئة العالمي، مؤتمر البيئة العالمي أو المناخ العالمي COP 26.